للأسف تلقينا البارحة منذ حوالي الساعة 6:30 بلاغ من مصالح الحماية المدنية باش نوجدو وناخدو كل الإجراءات للتكفل للأسف بخمس أطفال ماتوا غرقا وثلاثة كانوا حيين وعطينا لهم العلاجات اللازمة والحمد لله اون بي سوفي ان انفون ورام ليك حاليا موجودين في مصلحة الإنعاش الطبي المكثف نترحموا عليهم راي ليك في فتح تحقيق قضائي في عملية تشريح للأطفال هذو وإن شاء الله ترحموا عليهم يعطوا الصبر لوالديهم ومشاو صفا باشا وزارة الصحة وفرنا كل الظروف الإنسانية والقانونية باش نتكفلوا بهاد الضحايا سواء اللي توفاو أو اللي مازالهم بالمشفى تحت العناية الطبية المركزة لأنهم حقيقة كاين واحد فيهم سلك من الموت حقيقي راهو ليك مليح إن شاء الله نطلب لهم الشفاء العاجل.